أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدينا في تكملة لهذه الحلقة من برنامج بتوقيت مصر. نتحدث عن آفاق أي مصالحة مطروحة قد تكون ممكنة وقد لا تكون في الأيام القادمة بين النظام المصري وجماعة الإخوان المسلمين. أتحول إليك ضيفي من اسطنبول صابر أبو الفتوح، رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس الشعب سابقا. إذا تحدثنا عن معاييركم ومنطلقاتكم، الظروف الإقليمية تدفع نحو مصالحة حسب المحللين، لكن هناك من الإخوان داخل مصر يرفضون أي شكل من أشكال المصالحة مع النظام ويعتبرونها ثورة شعب مستمرة. إلى أي مدى تعولون على القاعدة الشعبية التي دعمت وربما لا زالت تدعم الإخوان في الداخل المصري مع قانون يمنع التظاهر ويمنع الخروج إلى الشوارع؟ لا، هو حضرتك يعني انا في البدايه مش عايز اخش في يعني المهاترات والرد على الاستاذه اللي تحدثت يعني كذبا على الاخوان المسلمين وعلى لكل الدكتور موقف محمود عزت، لكل موقف لكن نحن دعينا في نحترم المشهد جميع المواقف ولها ان تظهر موقفها. نعم، ووجهة نظرها. نعم، انتقل الى سؤالي لو والجميع سمحت. والجميع متكالب طبعا والجميع متكالب والجميع متكالب على الإخوان المسلمين في الداخل سيدي والخارج، أرجو انتقاء الألفاظ لو يعني سمحت. نحن الواضح نتيح فرصة تماما للتعبير عن أن اللي الرأي بيسعى دون إلصاق أي صفة أو للمصالحة. لفظ لا يليق. أرجوك نعم، سيد صابر، فقط فلنجب تمام ونعبر عن رأينا تمام ونحترم ما آراء حضرتك هي الآخرين ألصقت حتى الصفات الأول. نصل إلى تمام، رأي نعم، معين. نحن نحتاج تفضل. يا فندم، نحن نحترم آراء الآخرين، لكنها تحدثت للمرة الثانية أن الدكتور محمد مرسي خرج على الناس وتحدث كذبا، هكذا قالت يعني. لكن هي خلينا ترى نتكلم في ذلك. موضوع المصالحة. رقم المشهد بيقول، المشهد بيتحدث عن نفسه. في الواقع المصري الحراك الثوري مستمر، ونحن في ثورة مستمرة متصاعدة، والشباب الإخوان المسلمين اللي موجودين في الداخل هم من يديرون المشهد على أرض الواقع، ولهم كل الحرية في اتخاذ القرارات المناسبة لحراك ثوري ولإنجاح هذه الثورة. وبالتالي فالثورة مستمرة ولم تسقط هذه الثورة بعد حتى الآن. فهذا هو العنصر الأول، وإحنا بنعول على الله أولا، وثقتنا في الله كبيرة، ثم على وعي الشعب المصري اللي بيتنامى ويزداد يوما بعد يوم بفضل عوامل كثيرة، بفضل الوضع الاقتصادي السيء اللي موجود في مصر، بفضل التسريبات اللي خرجت واللي وضحت طبيعة حكم العسكر السارقين القاتلين المتآمرين، ليس على مصر بل متآمرين على الوطن وثروات الربيع العربي كله. وبالتالي فبان وظهر للمجتمع المصري كله حقيقة هذا العسكر، واللي بيحصل في سيناء ليس ببعيد، واللي بيحصل وترتيبات لغزة ليس يعني غائبا عن المشهد، واللي حصل في ليبيا أيضا الكل يدركه. وأيضا المتغيرات الإقليمية هي العنصر الثاني في موضوع المصالحة. حينما تجد السعودية نفسها، وأنا بقول الكلام ده للمرة الثانية، حينما تجد السعودية نفسها في مأزق بين الشيعة وأمريكا، فحينما يكون هناك تقاربا بين أمريكا وإيران في الملف النووي، وتصرح الإدارة الأمريكية بأنه آن الأوان لإيران لتملك السلاح النووي، فده خطر كبير جدا على دول الخليج كلها الذي تتمدد فيها دولة الشيوعية وأفكارها في جنوب السعودية وفي اليمن بكاملها وفي سوريا والعراق ولبنان، وعندهم دولة بتحميهم وبتدافع عنهم. لكن لما حضرتك تتكلمي على الضغط على قيادات الإخوان المسلمين في الخارج ليقبلوا بالمصالحة ليضغطوا على شباب الداخل، أنا عايز أقول لحضرتك هذا الأمر غير وارد. لن يستطيع قيادة الخارج، قيادة الإخوان في الخارج، الضغط على الشباب في الداخل، لا سيما أن كل القيادات اللي موجودة في خارج مصر وكل الشباب اللي موجودين في خارج مصر في ورقة مطروحة للنقاش حاليا ربما لم ننتهي منها بعد، وهي نعم العودة الكاملة لكل شباب وقيادات الإخوان اللي في الخارج للانضمام للحراك الثوري في الداخل لمرحلة جديدة من الحراك الثوري. طيب، احنا ثورتنا هتنجح مش زي طيب ما ادعت الأستاذة وقالت ان لما الإخوان شافوا الثورة نجحت. الثورة لم تنجح بعد، لكن الثورة هتنجح، وهتنجح بالشباب الثائر اللي طيب موجودين في مصر طيب شكرا واللي سيد صابر، رأيهم من ابقى معي داخلهم
ولن يستطيع أحد التأثير عليهم. طيب ابقى معي. فالثورة مستمرة ولا أهداف. طيب لابد اتضحت فكرتك، الثورة مستمرة. ابقى معي سيد صابر. معنا الآن دكتور بشير عبد الفتاح من مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور بشير أهلا وسهلا بك. يبدو أن المصالحة ليست أو لم يبقى الحديث عنها على مستوى النظام ومستوى جماعة الإخوان المسلمين. الآراء السياسية داخل مصر متنافرة فيما بينها، حتى ربما بين جماعات الإخوان المسلمين وبين أطراف أخرى. هل ترى الظرف الداخلي، المشاكل الاقتصادية وغيرها، الأوضاع الإقليمية مناسبة أم تدعو لضرورة المصالحة؟ دكتور بشير، يبدو أننا فقدنا دكتور بشير عبد الفتاح. أعود إليك ضيفي في الاستوديو. تابعت ربما الكلام والرد على الكلام. هل هذه الظروف مثالية لحوار سياسي على الأقل بين الأطراف التي لا تزال لا تجتمع على موقف موحد، ولا زالت مشكلة أن الإخوان إرهابيين حتى على مستوى الآراء الفكرية قبل الآراء الرسمية؟ أنا أعتقد أن المجتمع، لو إحنا استبعدنا النظام الذي يحكم مصر حاليا، المجتمع مؤهل بشكل أو بآخر. المجتمع واضح جدا ان هو مفاتيحه في الاعلام، الاعلام موجه، الاعلام يدفع الناس الى مزيد الى تعميق الجروح والشروخ واثاره الكراهيه. انا اتخيل ان هو الناس مؤهل للمصالحه، المجتمع نفسه مؤهل للمصالحه. اذا 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 طيب اذا أخرج يقول إذا انه إذا سيمشي مع الشعب والشعب لا يريد. علشان كده انا عايز اقول اذا اخرجنا من المعادله النظام الحاكم واعلامه، فستكون المصالحة أمر سهل جدا. وأعتقد أن هو حيكون من السهل. بس وهذا أمر هو المتابع للإعلام المصري يرى تخوف كبير من المصالحة، حتى أن البعض يقولون أن الثورة مستمرة إذا ما تمت هذه المصالحة، ويرفضون توجه السيسي أو النظام الحكم إلى أنا بتكلم على شكل آخر من المصالحة. أنا انتقلت الكلام على المصالحة الشعبية اللي هو المصالحة بين الشعب وفصائل مختلفة ثورية موجودة في الشارع. أعتقد أن ده كله قابل للحدوث بشكل أكبر كثيرا. أنا شايف أنه هو إذا كانت المستحيلات سبعة، فالمصالحة ما بين الإخوان وما بين السيسي ومجموعته، طيب، أعتقد أن هي ممكن تضاف إلى هذه المستحيلات. يبدو أن إذا غاب هذا عن الساحة ففي مصالحات كثيرة ممكن تحصل شعبية وبين القوى الثورية. نتحدث أيضا فيما بعد عن الضغوط الإقليمية التي قد تلعب دورا أكبر. دكتور بشير عبد الفتاح من مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية يبدو أنه معنا. دكتور بشير مساء الخير. مساء الخير. هل ترى دكتور الظروف الإقليمية والداخلية بما يشملها من مشادات وتفرق سياسي وشعبي متاحة لأي مصالحة بين جماعة الإخوان والنظام في مصر؟ بداية الأمر يحتاج إلى تحديد أطراف الأزمة. نحن لا نستطيع أن نتحدث عن طرفا إخوانيا واحدا وموحدا بذاته، كما لا نستطيع أن نتحدث عن طرف داخلي محدد وموحد بذاته. داخل الإخوان أعتقد أن هناك أطياف وهناك آراء متعددة تستطيع أن تطرحي تساؤلات بشأن تأثير قيادات الصف الأول على القاعدة الإخوانية أو على الصف الثاني والثالث من الإخوان، الذي طرح بعض المبادرات بخصوص مصالحات. لا أتصور أنه كان يتحدث عن الصف الأول، وإنما كان يتحدث عن صف ثاني أو ثالث أو ربما قاعدة جماهيرية أو ما يمكن أن نطلق عليه الإخوان الجدد أو تيار جديد داخل الإخوان. على الجانب الآخر، جانب السلطة المصرية، أعتقد أن الشحن الإعلامي والتعبئة الإعلامية التي تمت وضعت الشعب المصري في موقف صعب للغاية حيال الإخوان وحيال المصالحة. أصبحت كلمة المصالحة كلمة كريهة إلى مسامع المصريين، وكأنها رجس من عمل الشيطان. وبالتالي لو أن السلطة المصرية، لو أن أجنحة أو دوائر داخل السلطة المصرية لديها رغبة، نظرا لاعتبارات الأمن القومي، نظرا لاعتبارات استكمال مسيرة ديمقراطية، استجابة لضغوط خارجية، أيا كانت الاعتبارات،
أتصور أنها بحاجة إلى أن تفكر ماليا وأن تبذل جهود مضنية لتمهيد السبيل لذلك إعلاميا وتهيئة الرأي العام لهكذا خطوة. تبقى مشكلة أخرى وهي بعض العمليات الإرهابية الفردية كتلك التي جرت اليوم، تفجيرات هنا وهناك، درجت بعض الدوائر الإعلامية والأمنية على أن تنسبها لجماعة الإخوان المسلمين، فيما تعجز الأخيرة عن أن تقنع المصريين بأنها بريئة من هذه العمليات. وبالتالي مسألة المصالحة أعتقد أنها دونها تحديات كبيرة، أولها داخليا الرأي العام الذي عبئ ضد الجماعة ولم يعد يقبل بمثل هذا الأمر، ثانيا أنه لا يوجد إجماع ربما داخل دوائر السلطة المصرية في هذا السياق. أما المتغير الإقليمي الذي أشرت إليه فربما جرت مياه في الآونة الأخيرة بخصوص توجه إقليمي لاحتواء هذا الأمر عن طريق مصالحات، لكن يبقى السؤال مع من؟ هل الصف الأول الموجود خلف القضبان أو ما يسمى بالتيار القطبي داخل الجماعة، الذي حتى ظهرت تيارات داخل جماعة الإخوان المسلمين تختلف معه حاليا؟ ظني أنه إذا ما جرت مصالحة وتم معالجة كل التحديات بما فيها الرأي العام وبما فيها اختلاف وجهات النظر داخل دوائر السلطة الحاكمة والضغوط الإقليمية والدولية، أتصور أنه لن يكون مع الإخوان ككتلة موحدة، وإنما مع دوائر أو أجنحة أو حركات وتيارات داخل جماعة الإخوان المسلمين. نقاط في غاية الأهمية، نعم دكتور، سنحاول أن نغوص فيها وننقلها إلى ضيوفنا دكتور بشير عبد الفتاح لو تبقى معنا.